في البدء خلق الله النور السماء البحار الأرض النجوم القمر الشمس الطيور أنفسها والإنسان ثم استراح في اليوم السابع. ولما خلق الله الإنسان قال لهم ما يأكلوش من شجرة معرفة الخير والشر، لكنهم كلوا منها وبالتالي اضطردوا، وبسبب خطية آدم طبعتنا الأصلية بقت فاسدة والإنسان بقى عنده طبيعة غلطة، وده نتيجته خطايا إنسانية، وأجرة الخطية موت، وده معناها لما بنخطي لازم هنموت، والخطية مخالفة موجهة ضد الله، وبالتالي الخطية تحتاج إلى مغفرة غير محدودة. وعلشان السبب ده كنا في احتياج شديد لمخلص، وإلا هنفضل أموات، وهذا المخلص لازم يكون غير محدود علشان يدي الغفران اللي غير محدود بلا خطية لتخليص الآخرين إنسان، علشان الإنسان هو اللي أخطأ ضد الله قابل للموت علشان يموت لأجلنا. فكان في احتياج شديد لفدية، والفدية دي كانت عن طريق يسوع، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كافرين. ومننساش نبوات إشعياء لما قالنا لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعو اسمهم عجيبا مش شيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ودانيال برضو قال لنا أن ابن الإنسان يعطى سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول. إذن يوجد الله واحد، واحد في ثالوث وثالوث في واحد، زي ما الإنسان عنده عقل وجسد وروح، وكده ممكن نقول أن الإنسان موجود عاقل وحي كمثل الله. الآب هو أصل الوجود، الابن هو كلمة الله أو عقل الله الناطق، الروح القدس روح الله. زي الشمس ما فيها حرارة ضوء ونار، والتلاتة دول حاجة واحدة وهي الشمس، كمثل الله الآب والابن والروح القدس هم التلاتة في الله الواحد. فربنا تجسد كما قال يوحنا، البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. إذن يسوع ليس فقط إنسان أو نبي، لكنه الإله المتجسد. يسوع قال أنا والآب واحد، يسوع قال من رآني فقد رأى الآب، يسوع قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وده كان لقب الله في العهد القديم. يسوع قال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وهو قبل التعبد من الناس له. يسوع قال إن هو ملك وإن مملكته ليست من هذا العالم. يسوع قال إن ليه سلطان في السماء وعلى الأرض، وإحنا عارفين كويس إن الله كلي العلم كلي الوجود وكلي القدرة. يسوع كلي العلم، كان يعلم أفكار وقلوب الناس. يسوع كلي الوجود، هو قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمه هيكون في وسطهم. يسوع كلي القدرة، مشي على البحر، هدى الرياح، شاف العرج، رامي الخرس، قوم الأموات، ومعجزات كثيرة ومش هينفع تقضي في كل كتب العالم. فكان لازم احنا نموت بس يسوع مات بدلنا علشان بيحبنا، وايضا علشان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فبموته على الصليب فتح لنا ابواب الجنة، وفي الجنة الله هيكون معنا واحنا معاه، وهيمسح الله كل دمع من عينينا، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع. وان اسم يسوع فوق كل اسم، لكي تكتب باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. وزي ما يوحنا قال هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. وعلى فكرة مفيش طريق تاني غير يسوع، علشان هو قال أنا هو الطريق مش أنا طريق، هو قال أنا هو الحق، وهو قال أنا هو الحياة.